بلد يختزل في تاريخه حضارات الأمم الضاربة في مجاهر الزمن. أينما ذهبت في سهوله وبين جباله، في مدنه وبواديه، في فيافيه وعند شواطئه، تشهد أثاره عن شواهد ومآثر الإنسان عبر العهود. تونس بموقعها الاستراتيجي في مفترق طرق البحر الأبيض المتوسط، وبعمقها الإفريقي وقربها من أوروبا، ها هي هذه الأيام تشهد حدثا عالميا سيكون دون شك حاملا في طياته بشائر للاقتصاد والتنمية، وفاتحا لأبواب جديدة فيها الاستثمار وامتلاك ناصية أحدث ما جادت به عبقرية الإنسان في الصناعة والتكنولوجيا. إنها قمة ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا، تيكال 8، منتدى مفتوح وشامل ستكون فيه تونس قطب الرحى وكعبة القصاد لكامل قادة إفريقيا وقواها الاقتصادية الفاعلة. أيام حبلى بالمشاريع واللقاءات والحوارات، تكون فيها تونس عاصمة للقارة الفتية، بل محوراً لمثلث ثالث أضلاعه سيكون العملاق الآسيوي اليابان. ولأشد ما تحمست تونس لاحتضان هذه القمة ونالت شرف استضافتها في زمن نحن في أشد الحاجة لمثل هذه المواعيد العالمية. آلت تونس على نفسها أن تنجح هذا الملتقى، سيما وأن طاقات وقوى صاعدة وكفاءات ستشارك في هذا المحفل. الكل سيتنافس لقطف ثمار موعد تترصد مواقيته دول القارة الإفريقية، فقيرها وغنيها تتباهى بما لديها من مقدرات لإغراء المستثمرين، وكل سيأتي بما في شرابه ليغري أصحاب المال والأعمال في العالم. La Tunisie est un pays qui se situe au carrefour. تونس تمتاز بموقعها الاستراتيجي بين القارات. Donc nous voulons à ولهذا نطمح لدعم التعاون الثنائي. Et qui peut être وتكون تونس هكذا قاعدة لاقتحام إفريقيا. وهذه هي فلسفة المثلث بين إفريقيا وتونس واليابان. قارة المستقبل إفريقيا، بعد أن استنزف العالم طاقات وثروات القارات الأخرى، كانت الأنظار مصوبة حول القارة الإفريقية ذات 30 مليون كيلومتر مربع من الخيرات والمعادن والمياه والغابات، ذات 1,200,000,000 نسمة، اللافارقة، أصل البشرية. رغم ثرواتهم الرهيبة لا يزالون يعانون من مشاغل الفقر والتخلف. هذه المعادلة جعلت الأمم المتقدمة توجه اهتمامها لهذه القارة، بل تسارع في ضم بعض أقاليمها إلى مجال نفوذها، علها تظفر بمخزونها. وها هي اليابان تساهم في هذا التوجه الاستراتيجي نحو ربط الجسور مع القارة الإفريقية في منافسة مع غيرها من أقطاب عمالقة الاقتصاد العالمي. إفريقيا التي تختزن طاقة جبارة فيما تحت الأرض وما فوقها، وبعد سنوات الحروب والتخلف والجهل والأمراض بدأت تستعيد وعيها بمقدراتها لترتبط بتيار التقدم والنمو، وبدأت بعض دولها تنهض من سباتها لتبني صرح ازدهارها، سيما وأن أسباب الرقي في ثروات تحت أقدامها. وها هي اليوم دول القارة الإفريقية تتسابق للظفر بمنافع الارتباط برواد التقدم العالمي في التكنولوجيا والفلاحة والصناعة، ولذلك ستكون دولها حاضرة بكثافة في تونس للدفاع عن منابها والفوز بما ستوفره القمة من اتفاقيات وعهود
مع العملاق الياباني وغيره من المستثمرين الأجانب. طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا تيكال 8، مؤتمر ينعقد على مستوى القمة، تم إطلاقه بمبادرة من اليابان عام 1993، يعنى بالتنمية في إفريقيا. تتدعم أهميته لأنه يضم أيضا منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، منتدى مفتوح وشامل يجمع كل أمم إفريقيا مع العملاق الياباني، بل يمتد إلى كل الدول المانحة للقروض والهبات والدول الآسيوية وكل المنظمات العالمية العاملة في مجال التنمية. تيكاد 8 فرصة كبرى لحشد الدعم لمبادرات التنمية وتعزيز التعاون بين آسيا وإفريقيا. هذه القمة تقام كل 3 سنوات بالتداول بين اليابان ودولة إفريقية بالتناوب. ولعل أهم فلسفة في التيكاد هو مبدأ الملكية الإفريقية الكاملة لمسارها التنموي، فاليابان كشريك يقدم كل مقدراته التكنولوجية دون تحفظ، ويقتحم إنشاء المشاريع بخلفية ربحية متساوية مع شركائه في إفريقيا. هذا فضلاً عن الهبات والمساعدات التي تجلت خلال الجائحة العالمية للكوفيد من خلال تدفق المساعدات ذات العلاقة بالصحة. I now give the floor to His Excellency Uthman Girandi, Minister for Foreign Affairs of Tunisia. استعد تونس إلى هذا الموعد التاريخي لاحتضان آلاف المشاركين في القمة في ظل وضع دقيق وشديد الخطورة، قمة لن تقتصر على الدول والوفود الرسمية، بل سيكون للقطاع الخاص نصيب مهم من المباحثات حول التمويل والاستثمارات. ستكون تونس كذلك جسر للتعاون الاقتصادي والتنموي بما يساعد على تحقيق التنمية المتضامنة والمتكافئة من خلال احتضانها السنة القادمة للقمة 8 لمؤتمر طوكيو الدولي لتنمية إفريقيا تيكاد 8. مهد تونس لنجاح هذا اللقاء العالمي بملتقيات عديدة شملت كل الميادين، حيث وفرت تونس للدول الإفريقية كما للمنظمات الأممية والدولية ممهدات تيسير اللقاءات التي ستتم على هامش القمة، بما فيها مواعيد بين رجال المال والأعمال. وفرت تونس كل الإمكانات اللوجستية من فضاءات وتجهيزات وخدمات، قصر المؤتمرات سيكون مهد اللقاءات الرسمية، أما الملتقيات الجانبية فتحتضنها مدينة الثقافة، إذ بالموازاة مع القمة ستلتئم عشرات الفعاليات تجمع بين مختصين جاءوا من كل مناطق العالم يتباحثون في شؤون البيئة والأمن الغذائي والتصنيع والتمويل وغيرها من المواضيع. أيام قليلة تفصلنا عن هذا الاستحقاق الهام، حيث ستكون بلادنا قبلة أنظار العالم، وهي تستضيف على أرضها الطيبة إفريقيا الحاضر والمستقبل واليابان بما يمثله من تقدم وابتكار، وممثلين عن أكبر المنظمات الدولية والأممية وعن أبرز الفاعلين الاقتصاديين إقليمياً وعالمياً. وعلى أرض تونس سنؤسس لمحطة جديدة على درب الشراكة الإفريقية اليابانية. وزارة الخارجية هذه الأيام خلية نحل لا تهدأ، عمل دؤوب لاستقبال الجيكا
أو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في قلب العاصمة التونسية. يعمل هؤلاء دون انقطاع منذ عام 75 و900 ألف على تشييد المشاريع في تونس. جايكا هي الذراع الاستثماري للتعاون الياباني في العالم. هذه الوكالة هي التي تنفذ برنامج المساعدة الحكومية للتنمية باليابان لمؤازرة الدول التي تطمح للنمو. نحن هنا كوكالة يابانية للتعاون الدولي جايكا متواجدون في تونس منذ 1975، ومنذ ذلك التاريخ أنجزنا مشاريع عديدة في نطاق التعاون المالي والفني والتطوعي والخبراء. قرابة نصف قرن من المشاريع المنجزة، وهناك مشاريع نعتز بها مثل جسر رادس حلق الواد ومحطة توليد الكهرباء برادس. ولقد بدأنا في مشروع تحلية مياه البحر بصفاقس، وبدأت الأشغال في شهر أبريل بحضور رئيسة الحكومة التونسية. لدينا هدفان نبيلان نسعى لتحقيقهما. أولهما الحد من التفاوت الجهوي بتونس من خلال تحسين ظروف العيش، بالإضافة إلى بعث مشاريع اجتماعية. الميدان الثاني هو تطوير البيئة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية، وهكذا تسهم جايكا في كل ميادين الحياة: النقل، الصناعة، البيئة، المياه، الصحة وغيرها من المجالات. وإضافة إلى ذلك هناك نقل التكنولوجيا بإرسال الكفاءات اليابانية إلى تونس، مع الإشارة إلى إرسال خبراء يابانيين في نطاق مشروع كايزن لتطوير الجودة والإنتاجية في المعامل التونسية. إن تيكاد 8 فرصة كبرى لنا كوكالة يابانية للتعاون الدولي للإسهام في إنجاح هذه القمة من خلال دعم مشاريعنا بتونس في المستقبل. الجيكا لا تضخ التمويلات للمشاريع فحسب، بل تدعمها أيضا بالخبرات والتأطير. ومع هذه الإنجازات اليابانية داخل البلاد التونسية، تساهم اليابان في تصدير كفاءاتها المهنية مثل تلك الوفود التي تنقل طرق العمل وأساليب دعم الإنتاج والإنتاجية، مثل مشروع كايزن الذي ساهم في إنجاح المعجزة اليابانية والذي يركز على الجودة داخل المصانع والمعامل. وباستنساخ هذه التجربة في تونس تحت تأطير اليابانيين، تم تحسين قيمة 80% من الإنتاجية والجودة في أكثر من 80 مؤسسة تونسية منذ 47 عاما. وهؤلاء حريصون على إنجاز مشاريع التعاون في تونس دون كلل ولا ملل. في ميدان التعاون الفني نرسل من اليابان أخصائيين لتنمية بعض المشاريع تهتم بنقل التكنولوجيا لتونس. منذ 10 سنوات ونحن نرسل سنويا أخصائيين لتعليم منهج كايزن ولتحسين الجودة والإنتاجية. وتونس اليوم أصبحت تتزعم أفريقيا، وهنالك الآن 100 أستاذ مكون تونسي يدرسون كايزن في دول مختلفة. مشاريع مست كل مناشط الحياة التونسية، وكما سنرى من خلال هذه النماذج تعاونا تونسيا يابانيا يتجلى من خلال هذا الجسر الياباني الضخم الذي يربط بين رادس وحلق الواد، والذي تمر منه أكثر من 30,000 عربة يوميا. جسر يسر حياة التونسيين وربط بين ضاحيتين الشمالية والجنوبية. هذا الجسر تم التخطيط له ثم بناؤه من قبل اليابانيين، وتم تمويله من وكالة جايكا، أثر معماري قل نظيره في القارة الإفريقية وصرح شامخ يعكس عبقرية الهندسة اليابانية المتطورة. في ميدان توليد الطاقة ساهمت وكالة جايكا الرسمية اليابانية في بناء محطتي رادس لتوليد الكهرباء، الأولى تم إنشاؤها في نهاية الثمانينات، أما الثانية فهي التي ستفتح أبوابها هذه الأيام. مولد عملاق للكهرباء يعمل بتوربينات الغاز والبخار،
سيدعم طاقة إنتاج الكهرباء إلى 450 ميجاوات تم بناؤه من قبل أكبر مقاولات عالمية يابانية في الميدان. ميتسوبوشي هيتاشي وسوميتومو قدموا لتونس آخر ما جادت به تكنولوجيا توليد الطاقة في العالم. هذا المشروع الجديد جاء في أوانه بما أن الطلب على الطاقة ازداد في تونس، وسيساهم في تقليص مخاطر الضغط إبان ذروة الاستهلاك في بعض المواسم. في الميدان الإعلامي كان للوكالة اليابانية للتعاون الدولي دور أساسي بل محوري في تجهيز التلفزة الوطنية التونسية في مقرها الجديد، تجهيزا كاملا للاستديوهات وورشات التركيب والإنجاز. وتم مدها بحافلتين للبث المباشر، حافلتان من أحدث طراز، مع توفير استوديو من أكبر استوديوهات القارة الإفريقية، استوديو نجيب الخطاب. هذا بالإضافة إلى السهر على تكوين الفنيين داخل مؤسسة التلفزة التونسية. بعد أن تحصلت في فيفي من سنة 2020 على الموافقة لاحتضان الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تيكال 8. أما في الواحات فساهم الخبراء اليابانيون في دعم طرق الاقتصاد في ري النخيل، فالماء هو الأساس. ومع تقادم بنية توزيع الري جاء هذا البرنامج الياباني لتيسير عمل الفلاحين في جريد لإنقاذ مواسم التمور. الكلفة الفعلية لإنجاز المشروع هي حوالي 29.5 مليون دينار، منها حوالي 20.5 مليون دينار بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. المشروع يشمل حوالي 2650 هكتار و 1850 منتفع. منشآت كبرى لحماية المدن من كوارث الفيضانات، وذلك بحفر قنوات الضخ والمجاري الكبرى. أما المشروع الآخر لليابانيين في تونس فكان بالتعاون مع وزارة الفلاحة في ميدان الحماية من الفيضانات واستغلال المياه، وهو مشروع سهل وادي مجردة في ولايات أريانا ومنوبة وبنزرت. وهذا المشروع يقترن أيضا بدراسة لترسبات سدس دي سالم، والذي سيساهم في تأمين خزن مياه الري والشرب. تكاليفه قدرت ب 450 مليون دينار. المشروع هذا يندرج في إطار مشروع حماية تونس الكبرى منطقة تونس الغربية من الفيضانات، وهو ممول من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بقرض قيمته 6.8 مليار ين جابوني. يهدف هذا المشروع لحماية عديد من مناطق من الفيضانات، أهمها باردو، خزنة دار، أحياء الزهور والمناطق المجاورة لصفحة السجومي. الحقيقة المشروع هذا يهدف أساساً إلى تفريغ صفحة السجومي إلى واد مليان عن طريق قناة بقياسات 3.5 عرض و2 متر ارتفاع. احنا تو واصلين حوالي 6 كيلومتر من اللينيير الكل. الحقيقة المشروع يشهد العديد من الصعوبات، لكن أهم صعوبة يواجهها المشروع هي وجود الحفريات اللي يقوموا بها في مناطق عمرانية كثيفة جداً، يعني شق مناطق عمرانية كثيفة، ونقوم بحفريات في عمق حوالي 15 إلى 20 متر. التجربة مع جيكا كانت مثمرة ياسر، كنا بل الصعوبات برشا معنا، كانوا متعاونين. احنا عنا كوميتي تبع في البروجي وهم مومبر فيها، معناها ديما إلى السيست معنا، إلى السيست حتى سورتنا، ونخرجوا دي فيزيت مع بعضنا، وإن شاء الله نتعاون مع بعضنا في مشاريع أخرى وتكون ناجحة كيف ننجح المشروع هذا إن شاء الله. وفي ميدان التزود بمياه الشرب تتعاون الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد في مشروع ضخم لتجديد المنشآت القديمة لقنوات مياه الشرب لفائدة قرابة 3 ملايين نسمة في 19 ولاية. ويتمثل المشروع الياباني في بناء 60 خزاناً
وعشرين محطة للضخ، ومد 400 كيلومتر من القنوات بمقدار 134 مليون دينار في شكل قرض ممدد على 20 عاما مع 6 سنوات إمهال. هذا المشروع ينضاف إلى برنامج تطهير بمد وصيانة 662 كيلومترا من شبكات تطهير تمولها جايكا ب 239 مليون دينار. المشروع هذا هو مشروع المحاور الكبرى في نطاق معناها تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب، ويشمل كل من المعتمديات غردماء ودمليز، جندوبة الشمالية، جندوبة، فرنانة، عند راهم، أبو سالم، تيبار وتبرسق. كلفة المشروع 85 مليون دينار تمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. المشروع هذا يمكن 190 ألف مشترك من الماء الصالح للشراب، اللي هم قبل كانوا معناها يشربوا من العيون، يشربوا من الأبار السطحية اللي غير معناها مراقبة، ومياه معناها غير معالجة، وتوا ولوا يشربوا معناها من الماء معناها نظيف ومعالج. في إطار المشروع هذا تم بناء محطة معالجة وتصفية المياه، المحطة اللي احنا موجودين فيها، ومحطة ثانية اللي بني متير تو بصدد معناها الإنجاز، وبناء 30 خزان مياه الساعة من 2500 متر مكعب حتى 100 متر مكعب، ومحطة ضخ وما يقارب على مد 340 كيلومتر من القنوات قطر 1000 مليمتر و200 مليمتر. مشروع التصرف المندمج بالغابات الممول من الجيكا شمل صيانة وحماية أكثر من 10,000 هكتار من الغابات وألاف الهكتارات من أراضي الرعي، وفتح أكثر من 700 كيلومتر من الطرقات الريفية، وإنشاء محميات طبيعية، وحفظ المياه والتربة. كل ذلك في أكثر من 70 منطقة غابية من باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان. كما شمل البرنامج مئات العائلات لإدماجها ضمن مشاريع صغيرة. الولاية هذه هي ولاية غابية بامتياز، تمتد على مساحة غابية تقدر ب 120 ألف هكتار. هي الولاية الوحيدة معناتها اللي فيها زوز دوائر غابية، 50 مركز غابي وبنية تحتية معناتها هامة. والقطاع الغابي هذا معناتها يلزموا عديد المشاريع باش ننهضوا بها، كما المشروع التونسي الياباني هذا اللي تأثيراته كانت إيجابية في القطاع الغابي، وخاصة في عدة أنشطة اللي معناتها اللي قمنا بها في نطاق المشروع هذا، كيف أنشطة الغراسات و تهيئة المسالك والطرائد النارية وصيانة البنية التحتية. معناتها العناصر المشروع هذه كانت نسبة تقدم فيها حدود 91%، معناتها من الأنشطة المبرمجة في دائرة الغابات جندوبة. الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا هي كذلك مئات المتطوعين اليابانيين عاشوا في أحضان تونس منذ عام 75 و900 ألف. كفاءات متعددة الاختصاصات تساهم سنوياً دون مقابل في تطوير الشباب، كل في ميدانه. مثل هذه المبدعة التي تدرس تطوعاً فن العزف على البيانو، وتخرج على يديها عشرات المتيمين بحب هذه الآلة الموسيقية. I'm working in Tunisia as a JICA volunteer. Right now, I'm teaching piano to students at Conservatoire at Monastir. And I'm hoping that I can get to know my colleague so that we could exchange our ideas of piano teaching skills to work together for children. I just adore children so much. I play with children as well as teach kids, and also I'm working on the activity planning for future years. ها
هذا أحدث مشروع كبير للوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، محطة تحلية مياه البحر بصفاقس. هذه المحطة ستمكن ثاني مدينة تونسية من حيث الكثافة السكانية من التزود المنتظم بالمياه ذات الجودة العالية، والتي ستؤمن تدفقها دون انقطاع أو شح. مشروع ساهمت فيه هذه الوكالة ب800 مليون دينار لمدة إمهال في الدفع بسبع سنوات. هذه المحطة ستمكن من سعة ضخ ب100 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، لتبلغ في ذروتها 200 ألف متر مكعب يوميا. مشروع عملاق سيمكن الجهة من تجاوز ندرة موارد المياه بالمنطقة. هناك وجه آخر من التعاون التونسي الياباني ستكون له ثمار في المستقبل القريب، ويهم تشجيع المؤسسات الناشئة للشباب الطموح لإنجاز أحلامه وتحقيقها على أرض الواقع. الستارتاب، الوكالة اليابانية ساهمت في احتضان شباب ذوي الأفكار الفريدة في ابتكار المشاريع بالتعاون مع الجامعة التونسية، وبالتعامل المباشر مع محاضن المشاريع في كامل الكليات التونسية وخاصة داخل مدارس المهندسين. تنتخب الوكالة كل سنة عددا من المشاريع إثر مناظرة يفوز بها الأجدر، ويتم دعمه ماديا بتشجيع يصل إلى 30 ألف دولار. وأطلقت اليابان برنامج نينجا لتشجيع الباحثين. إذن أنا مقتنع بأن ستارت أب تونيزيا ستلعب دورا مهما لخلق مواطن شغل وتطوير الاقتصاد التونسي. إذن جايكا ستدعم هذا الميدان الحيوي بما فيه القطاع الخاص. أيام أواخر أود حبلى بالنشاطات كثيفة الملتقيات تحضيراً لتكاد 8، وسيكون للجمعيات دور بارز لإنجاحها. ومن أبرز الجمعيات التي ساهمت في تجديد طموحات الجانب التونسي والياباني هي الغرفة التونسية اليابانية للتجارة والصناعة، التي أنجزت كتاباً أبيضاً يحوي على مشاريع قابلة للإنجاز تقدم بها تونسيون طموحون لا ينتظرون إلا الدعم. وسيقدم هذا الكتاب الأبيض إلى المشاركين في هذه القمة، ومن بين المشاريع المقترحة إنجازات ضخمة لتشغيل قرابة 10 آلاف شاب باستثمارات تناهز 300 مليون دولار. جاءنا 101 مشروع، احتفظنا ب 32 مشروع بالتحديد، وقع نشرهم في 19 ماي في كتاب أبيض سميناه كتاب الأبيض، لكن فيه المشاريع اللي وقع اختيارها، لكن وقع اختيارها مش بطريقة اعتباطية، اخترناهم لأنهم يدخلوا في إطار التيكات، لكن فما عديد المشاريع الأخرى مع كامل الأسف ما تدخلش في مستلزمات التيكاد وانتظارات المستثمر الياباني. احتفظنا ب 32 مشروع، في 32 مشروع فما 11 مشروع اللي هما يتقاسم فيه يعني يعني الطرف الخاص والطرف العام، يعني ما يسمى بالبي بي بي. 11 مشروع هم بي 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 يجب تدخل فيهم الدولة من ناحية والمستثمر الخاص من ناحية أخرى، وباقي المشاريع
مشاريع خاصة محمولة من طرف شباب وغير شباب وشركات معروفة وشركات جديدة، لكن كلهم مشاريع سواء هما موجودين معناها يخدموا لكن ما عندهمش الطاقة باش يمشيوا البلدان الإفريقية الأخرى ويطوروا المشاريع هذه، وإلا مشاريع مازالت معناها ناشئة وتبحث على دعم من طرف اليابانيين. La Tunisie, l'Afrique, c'est l'avenir, c'est le marché de l'avenir. Et donc, il faut dire que bon, nous avons, le Japon doit encore faire davantage d'efforts pour pénétrer le marché. تونس وإفريقيا هي المستقبل. اليابان يجب أن تبذل مجهودا لاقتحام السوق الإفريقية والتونسية. وتيكاد تمثل فرصة لإتاحة هذا الهدف. C'est aussi de l'autre côté une excellente occasion pour se mettre en contact avec ces milieux d'affaires japonais qui souhaitent s'implanter et développer leur activité sur le continent africain. تونس عندها طاقات غير مستغلة. معناها نجم نقولوا انا نعطي مثال بسيط، معناها كيما واحد عنده 10 هكتارات فلاحة قاعد يستغل في هكتار ولا هكتار ونص. فما طاقات، فما معناها كنز في تونس خاصة في الشباب وفي قيمة المعلومات والكفاءات والمشاريع اصلا، يعني المشاريع خاطر عندنا مشاريع احنا تو في تونس اللي احنا اكتشفناها على طريق التعامل مع اليابان هي مشاريع تونسية، لكن اكثرها تخدم على الخارج ما تخدمش مع تونس. خاصة في الذكاء الاصطناعي نحكيه على معناها الموند ديجيتال معناها الرقمي، طاقات تونسية اللي تبهر العالم وقاعدة يستعملوا في المعطيات نتاعها في الخارج معناها في عدة بلدان بما فيهم اليابان، لكن مجهولة في تونس. جامعة تسوكوبا اللي هي تتعامل في الميدان العلمي في ميدان الطاقات المتجددة في البيولوجي في اكسترا مع تونس. فما برشا علاقات اللي هي نقول قديمه لكن باش نطوروها في تيكات، والاكتشاف هذا نتاع تيكات باش يخلي اكثر شركات تونسيه تمشي لليابان واكثر تعامل مع خاطر اليابان هي قوه من القوات ثالث قوه اقتصاديه في العالم، انا شكون ينكر هذا؟ معناها ونعرفوا احنا الحيثيات جيو استراتيجيه وسياسيه كيفاش تتعامل مع البلد الفلاني بشروط كذا وتعامل مع البلد الثاني، لكن اليابان هو بلد اللي يتعامل بكل احترام مع كل البلدان معاه، وثم خاصة التعامل ند للند، وهذا ظهر مش كان في تونس برك في عدة بلدان، فهمتني؟ ولذا تونس باش تجني نحاول باش نذكر تجني ثمرات معناها عندها قيمة كبيرة برشا للاقتصاد وخاصة للمعرفة، خاطر الاقتصاد المعرفي في تونس اللي هو موجود والطاقات موجودة بالتلاقح مع اليابانيين باش يكون نتيجته أكثر وأكثر. قمة تيكاد 8 ملتقى ضخم وجب تجنيد فرق تسابق الساعة لتحضير وإنجاز كل متطلباته. موعد كبير يتطلب تحضيرا لوجستيا عاليا، إقامات ونقل ومقرات للعمل والالتقاء وتجهيزات للتواصل كل يوم، لقاءات تساهم فيها كامل الوزارات لتأمين كل الجوانب. السفير قيس الدراجي هو المنسق العام لفعاليات الدورة، قضى بطوكيو 9 سنوات كدبلوماسي ثم سفير. هي فرصة كبيرة من عدة أوجه. أولا هي فرصة لأن التيكاد هي ندوة دولية ليست فقط ندوة يابانية، هي ندوة مفتوحة لشركاء آخرين يشارك في تنظيمها أيضا منظمة الأمم المتحدة، البنك الدولي، مفوضية الاتحاد الإفريقي، البنود، لذا منفتحة على عدة شركاء في مجال التنمية. والثقة اللي نالتها تونس باحتضان هذه الندوة هي يعني عندها بعد دبلوماسي هام وعندها فائدة هامة على مستوى إشعاع تونس وعلى مستوى تأكيد ثقة يعني الأطراف الدولية في دور تونس في صياغة حلول مشتركة للقارة الإفريقية وفي صياغة بدائل تنموية تشرك يعني قوى دولية بشكل ندي وبأطروحات جديدة نفعية لجميع الأطراف. على مستوى ثنائي مع اليابان هي أيضا فرصة لأنه تيكاد عندها جانب هام، جانب أصبح أساسي هو جانب القطاع الخاص، وإحنا الندوة هذه سيشارك فيها
تقريب 50 شركة يابانية من أعلى مستوى ومئة مسؤول ياباني من المسؤولين الأولين للشركات اليابانية، وهي فرصة يعني لاستقطاب استثمارات يابانية، لتأكيد موقع تونس كموقع استثمار بامتياز، ولتأكيد موقع تونس أيضا كجسر يربط يعني مع إفريقيا، مع العمق الإفريقي لتونس، مع الشرق الأوسط، مع السوق الأوروبية كذلك. هذه اثنين أبعاد هامين. البعد الثالث الهام هو أيضا أنها فرصة أيضا، لأننا مش نستقبل تقريب 50 دولة إفريقية على أعلى مستوى، فرصة لتعزيز العمق الإفريقي لتونس، فرصة لتأكيد دور الدبلوماسية الاقتصادية في إفريقيا، لتجاوز بعض المشاكل التي قد تعرقل يعني مبادلات تجارية، قد تعرقل المبادلات الاقتصادية، والاستكشاف يعني سبل جديدة لتأكيد الدور التونسي في إفريقيا على المستوى الاقتصادي بالخصوص. السفير الياباني بتونس تشيميزو شينسوكي انخرط مع أعضاده في السفارة اليابانية بتونس للتحضير طيلة سنة كاملة لهذا اللقاء، قمة سبقها اجتماعات تحضيرية مع الوزارات التونسية المعنية، تناغم واضح بين الجانبين يبشر بتعاون مستقبلي ضخم. Premier semestre, le Japon était classé au troisième rang après la France et l'Italie en termes de volume d'investissement direct. في السداس الأول لهذه السنة احتلت اليابان المرتبة الثالثة بعد فرنسا وإيطاليا في حجم التمويلات الأجنبية بتونس، ونحن نعمل على تطوير حجم هذه الاستثمارات ونشجع المستثمرين اليابانيين نحو الوجهة التونسية. واتكاد هي فرصة لكلا البلدين، وهكذا فإن 100 من رجال الأعمال اليابانيين الكبار سوف يتحولون إلى تونس، وهذا ما سييسر استكشافهم للسوق التونسية على عين المكان. يجب على التونسيين اقتناص هذه الفرصة لتبيين تحسن مناخ الاستثمار ودعم استقرار أصحاب المال والأعمال بتونس، وتفسير التسهيلات وإبراز الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية. En termes de stabilité macroéconomique et aussi des structures de réformes structurelles. هذه الوفود اليابانية لرجال الأعمال تمثل أضخم الشركات العملاقة ذات البعد العالمي، إضافة إلى المؤسسات الناشئة ستارت أب اليابانية ذات التوجه الإفريقي. قمة تيكاد 8 ستكون قبل كل شيء ميدانا فسيحا للقطاع الخاص لاقتناص فرص الاستثمار والتعاون مع اليابان. تونس لها السبق في هذا الميدان بما تلاقيه من نجاح في احتضان مشاريع خاصة لمؤسسات يابانية عملاقة، وخاصة تلك التي تصنع مكونات السيارات الدقيقة. وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية فيبا جهاز هام للدولة التونسية يسعى إلى جلب الاستثمار الأجنبي. تعكف هذه الأيام على تكثيف مجهوداتها لتسويق تونس كوجهة للاستثمار، وخاصة من خلال انعقاد تيكاد 8. الكوبيراسيون تريانجولار مع اليابان وتونس وإفريقيا، احنا هوني دورنا باش نظهر ونقولوا للفيبا تونس هي كبوابة وكهاب للاستثمارات الأجنبية للسوق الإفريقية. يعني نجم on développe le marché, on développe l'Afrique en s'implantant في تونس كمنصة الإنتاج، ونجم نصدره للبلدان الإفريقية. علاش؟ خطر عنا الاستعداد وعنا نسيج اقتصادي ديجا متلائم ومتوازن، وعنا شركات الأجنبية متواجدة وعنا شركات اليابانية متواجدة بطبيعة الحال، واللي هي en plein d'expansion من عام لعام اللي هم متواجدة. ومن أهمهم كما تعرفوهم الشركات اليابانية، هم في قرابة 16 مؤسسة يابانية متواجدة في تونس. من أهم الشركات هذه هي نجم نسميه شركة سوميتومو، اللي هما جاءوا في 2008. سوميتومو مثلا انتصبت في منطقة تنمية جهوية في جندوبة، يعني دون لو تون انتصبت في منطقة جهوية، هذا الفولفير يعني دون لو تون، واستثمرت وظهرت النجاعة متاعها وظهرت الكومبيتيفيتي متاع البلاد متاعنا، وعملت بعملية توسعة العديدة من سنة إلى سنة، تعمل في عملية توسعة، وتوا وصلت خدم في 6500 موطن شغل.
عملت بخلاف التوسعة اللي عملتهم في السيت متاحة متاع في جندوبة، عملت التوسعة الأخيرة في سنة 21 في الفجة في ولاية منوبة، وعندها ثم زادة معمل زادة جديد عمل في ولاية مستير دوك في المفسي بول مستير دوك. هذا الكل يظهر اللي اليابانيين قاور واحهم في تونس، وفما مردودية مرتفعة وفما كومبيتيفيتي واستثماراتهم ماشية وتتزيد. وعندنا زادة الشركة اليازاكي دوك، شركة زادة انتصبت في 2009 في جنوب تونس في قفصة دوك، وقامت بعملية توسعة عديدة في ولاية قفصة، تخدم في قرابة 1600 في قفصة، وعملتها زادة فيليال جديدة سيت جديد في بنزرت اللي هو يخدم قرابة 3000 موطن شغل. احنا نطمحوا باش ان شاء الله نوصلوا ل 4000 مليون دينار استثمارات اجنبيه في العام. هذا طموحنا باش نوصلوا له ان شاء الله، احنا توفي قرابه 2000 مليون دينار الطموح هذا سنويا يعني. بطبيعه الحال احنا هذا الطموح متاكدين احنا قادرين عليه باش نوصلوا له، مع سورتو فما خارطه الطريق اللي توفر توا وتوسكي لي ريفورم اللي انكو قاعده تصير ان شاء الله تكمل من سنه هنا اواخر السنه هذه، مع تو سكي نوميريزاسيون وديجيتاليزاسيون نتاع لو كورسوس نتاع المستثمر، نتاع الخارطه نتاع المناطق الصناعيه تكون متوفره وجاهزه جاهزه، المنظومه كي تكون كامله ومترابطه مع بعضها تتخلق السينرجي والمستثمرين يجيو، خاطر عندنا البوتنسيال والمستثمرين قاعدين يجيو. طموح كبير لدى الدولة التونسية في استقطاب المستثمرين الأجانب في ظل تنافس شرس بين الدول المشابهة والتي تجتهد لجلب الاستثمارات وتيسير ظروف استقطاب رجال المال والأعمال من كافة أنحاء العالم وتشجيعهم، خاصة وأن مشاريع ضخمة ودقيقة نجحت في تونس ومن ضمنها صناعة مكونات الطائرات، حيث اختارت تونس قائمة من المشاريع الكبرى تطمح في تمويلها وتتعهد بتسويق هذه المشاريع إدارة ملحقة برئاسة الحكومة. المشاريع هذوما الحقيقة مست تقريبا 17 أو 18 مجال، تقريبا مجالات الكل، في حدود وصلت في حدود جاتنا عديد المقترحات للمشاريع اللي ممكن تطور التنمية، ومشاريع ذات بعد إفريقي كيما ذات في للتعاون، كيما ذات بعد في التعاون مباشر مع الجانب الياباني، كيما للتعاون المباشر مع الجانب الياباني والجانب الإفريقي. تقريبا 17 مجال هو الصحة، الثقافة، التعليم العالي، الفلاحة، التجهيز والإسكان، التربية، كل تقريبا شملت جميع المجالات، مش شملت جميع المجالات. الإعداد تم مع كافة الهياكل وكافة الوزارات والناس كل اقترحت مشاريع، والمشاريع كانت مشاريع معناها الحقيقة ذات بعد، قلنا ذات بعد إفريقي، كانت التفكير على أنه البعد أكثر حاجة أنه المشاريع هذه تكون ذات بعد ثلاثي تونسي ياباني إفريقي. هذا علاش معناها ثم مشاريع اللي عندها تاخذ الصبغه هذه. علاش احنا العمل على انه نصدروا الكفاءات نتاعنا والتجربه نتاعنا التونسيه لافريقيا اكثر منه بالتعاون مع الجانب الياباني. هذه تقريبا الفلسفه اللي خدمنا عليها واللي مشينا فيها. هذا من زاده ما ننساوش اللي التعاون مع الجانب الياباني المباشر، وهذا وتعرفوا اللي فما برشا تجارب صارت في تونس وبرشا مشاريع اللي تم انجازها، واحنا زاد فما مشاريع اخرى اليوم نسعى لطلب دعمها من الجانب الياباني والتعاون فيها مع الجانب الياباني. طبعا احنا في الوضع الحالي تعرفوا اللي ما حاولنا باش ما نثقلوش كاهل الدوله لا بقروض ولا كلها باش تكون في اطار تعاون او هبات، تعاون فني مباشر او هبات، باش ما نزيدوش ندخلوا كاهل ميزانيه الدوله. دونك المشاريع الكل هي للانجاز ولتصدير التجربه التونسيه ولتصدير الكفاءات التونسيه للجانب الافريقي بالتعاون مع الجانب الياباني. قمه تيكال 8 فرصه تاريخيه للبلاد التونسيه لانطلاقه جديده للتعاون التونسي الياباني، فرصة متجددة لجلب الاستثمار الأجنبي من كامل القارات
وكتابة صفحة جديدة للانفتاح على القارة الإفريقية، قارة المستقبل. الإمكانيات التي يتيحها اليابان هي إمكانيات كبيرة جدا، أكيد أيضا أن المنافسة كبيرة، لكن تونس لها موقع يعني كمنطقة استثمار، كمنطقة عبور إلى القارة الإفريقية، إلى الشرق الأوسط، إلى الأسواق الأوروبية، عندها يعني تميز تفاضلي على عدة مناطق، وعندها أيضا تاريخ وثقة تاريخية بين تونس واليابان، وهناك يعني على المستوى السياسي، على مستوى تقاليد التعاون، على مستوى نجاح برامج التعاون التونسي الياباني اللي تبقى يعني مثال، هذه تسهل وتيسر استغلال جميع الطاقات الممكنة وتوسيعها. هناك ثقة يابانية حتى في المجال التكنولوجي والعلمي، يعني هناك تعاون علمي وتكنولوجي ياباني هام اللي أعطى ثماره على مستوى يعني النشريات العلمية المشتركة بين تونسيين يابانيين، على مستوى براءات الاختراع المشتركة بين تونسيين يابانيين، هذا يعزز إمكانية التوجه نحو مجالات الذكاء.